بالمجيد كيف ما قلت في البداية أن شاعر الملحون تفرد في نظم بعض الأغراض الشعرية اللي ما كيناش في ألوان تراثية أخرى، بحال في الربيعيات كان قصايد الحجام، كان قصايد الجفريات، كان لقاو بحال دابا قصايد الكاس، قصيد الكاس، قصيد الدمليج. شنو ممكن لك تقول لنا على هذه المسألة؟ هو بطبيعة الحال الملحون ديوان المغاربة، وهذه القصائد والشاعر كيفاش كتب هذه القصائد، لأنها نابعة من صناع تقليديين والحرفيين. إذا فالملحون تطرق لعدة أغراض، منهم قصائد ديال الجفريات، ومنهم قصائد ديال التراجم، مثلا بحال قصيدة الشاعر المرموق ديالنا ديال مدينة أزمور. باش نوضحوا للناس، بعد الجفريات هما القصائد اللي كتنبأ بالمستقبل، بحال قصيدة ديال الطفية وغيرها من القصائد. نعم أختي. بالنسبة للقصائد ديال التراجم بحال قصيدة الحراز اللي كيمتاز بها الشيخ المكي بن القرشي لمدينة أزمور، والقصائد ديال التراجم اللي شفنا واللي حفظنا هي قصائد ديال الشاعر اللي توفى الله يرحمه، هو مولاي اسماعيل علوي السلسولي، شاعر مدينة أسفي. إيه، كانوا عنده القصائد، كيدير لنا القصائد ديال التراجم بحال الخصام القدره والكوكوط وقصيدة المرشاح والبورتابل والمحمول. وبالنسبة للملحون تاوني تطرق للغزال، نعم، بحال قصائد لالا قولوا لالا غيتام ولاتي جود وصلك على العشيق، قصيدة فاطمة، طبعاً قصيدة خدوج للشاعر بن مسعود وغير ذلك. من الملحون طرق حتى في قصائد الغزل، كاين القصائد اللي كيكون فيها المحبوب موافي والقصائد اللي كيكون فيها المحبوب جافي، هذا كيدل على ان قصائد او الملحون بصفه عامه هو ثروه فيها الكثير من الغنى. وهذه مناسبه انك نشكركم ونشكر جمعيتكم على المجهودات اللي كتبذلها في الحفاظ على الملحون وتشجيع الشباب باش يدخلوا لهذا المجال. وعلى ذكر الشباب غادي نستمتعوا اللحظه بصوت جانا من مدينه ازمور الولاده، صوت الفنانه الشابه شيماء الرداف في قصه الكاوي رفقه جوق جميل أحمد برقية بقيادة الفنان عبد المجيد الرحيمي. اعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي، سيروا خليوا كل حالي سير على حالو. من بعد لك ويت خبرت جراحي قالوا يحيا وحتى يهولوني ونعود نصاهر الليالي، جراح الحب والهوى والهجرة لازالوا. لازلت ملازم الصبر، صبري صبر العيس في الليالي، ورفضت حمول الهوى وتقدرت حماله. Thank you.
البعض في الناس كيلومو ويزيدوا في ملام حديد، والبعض في الناس كيقولوا هذا أحمد قالوا هذا حليل، مع الهوى متزول عم حسن الغولي يتروح ساكني ويرفق من غير حواله، ولا نجبار هالفن بحالي يستحسنوا قولي ويقولوا يا لطيف راه تقواها خلاله، لموني ففغيلي وفعله ما غدا على فعلي، لكن غدا كلها يتحسب فعلو. سيروا خليوا كل حالي يصير على حالو، ما يحضر غير من كوى والجراح كيف من الغوالي، بنجال اللي حبهم كاوية عندالو، ملكوني بالبها ولحو لياشفني على المالي، ملكوني أهلي بحسن الخدمة خالو، هما هما اللي سبب هو يا هما دوا علني، هما هما هيك العشيق علي يسألوا أغرى من اللي يحبهم، وري وهلي ويا مثلي يجي حتى يفيدني ونفيدوا وتسألوا. الغوالي الأرباب الفن حقدوها طلعوا المنالو، طايع عليهم في زماني والقح غصني زيانة حالي، غزلي برضاهم مفاس صفات خبالو، زرتو ورويت من ودادو وعمار جبحي وغد مالي، وكمل قصدي فاش جاني باللي قالو، فضر وغلية والغش حود لا تبالي، واللي جحدك غير خلي في قبح فعالو، وذكر اسمي فحرو فباجد يا من سغى قوالي، زوج سبعين زيد سبع للاسم كمالو. لوموني اهلي ولاش لوموني هكذا وحالي، سيروا خلوا كل حالي سير على حالو، الشاعر بوعز الدريبكي من أجمل قصائد الحب في الملحون، استمتعنا بها بصوت الفنانة الشابة شيماء الرداف اللي جاتنا من مدينة أزمور. تبارك الله عليك شيماء، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك فيك. لا شيماء، يعني سؤال اللي كيتبادر للذهن هو أنك كفنانة شابة علاش اختاريتي بالضبط فن الملحون وماشي فن واحد آخر؟ فأولا بحكم انتماء مدينة أزمور اللي هي مدينة عريقة جدا ومعروفة في الملحون، وفيها تبارك الله مجموعة ديال الشعراء منهم أحمد بن رقية والشاعر المعاصر دراس محمود، فكنشوف بأنني تولدت به وأنا من صغر
يعني بويسكو كانوا تيكونوا مجموعه ديال السهرات والمهرجانات اللي كانوا كيتقاموا في مدينه ازمور، فكنت كنرافق الوالدين ديالي لهاد السهرات، وبشويه شويه تولعت بهذا الفن وحسيت براسي باللي كيعجبني وبغيت ناديه. وتبارك الله عليك وتبارك الله على الوالد ديالك اللي دائما مرافقك في المسيره الفنيه ديالك. شيماء، نبغيو نعرفوا شنو هو الطموح ديالك وفين بغيتي توصلي هذا التراث اللي هو الملحون. فبالنسبة للأول كنعرفوا بأن الفن الملحون هو الهوية ديالنا والثقافة المغربية ديالنا والديوان المغاربة. فمن واحد ناحية فاش كنشوف بأنه مجموعة ديال الشيوخ اللي شحال هذه في عصور قديمة اللي ما كانش ورقة وستيلو، والآن في القرن 21 كنسمعوا للملحون. فكنشوف باللي هنا الدور ديالنا احنا كشباب أننا نحملوا المشعل ونكملوا، وحشومة لأن جينا في عصر ديال الإنترنت والعولمة، فخاصنا نخليو لاطوش ديالنا حتى حنايا باش يوصل الأجيال اللي من بعد. فهذه من ناحية أنني نقرب الملحون للشباب بحالي. وثاني حاجة باش نوصل بأنه من رغم الدراسة والتعب والإرهاق ديال الدراسة، بحكم أنني الآن كندرس في ماستر متخصص في ليسونس جيوسباسيال غوفيرنونس فونسيير، هذا تيحفزني باش أنني نبين للشباب بأنه يمكننا نوازنوا ما بين الفن ونوازنوا ما بين الدراسة باش نكونوا متكاملين ونعطيو أكثر ونكونوا في صورة جميلة اللي كتشرف المغرب والمدينة. تبارك الله عليك شيماء، وبمزيد من الاجتهاد والصبر والإصرار ضروري أنك غادا توصلي لأعلى المراتب. تبارك الله عليك، وكنا جد سعداء أنك تكوني معنا في حلقة اليوم. شكرا لك سناء على الاستضافة. ودائما في إطار الأصوات النسوية الشابة اللي اعطت إضافة ناعمة لفن الملحون، كنستقبلوا الفنانة فاطمة الزهراء رحال. مرحبا بك لالا فاطمة الزهراء. شكرا لالا سناء على حسن الضيافة، والشرف ليا أنني نكون متواجدة معك في بلاطو ألحان عشقناه بالقناة الثانية، الشرف ليا. مرحبا بك لالا فاطمة الزهراء. من أهم مشاركاتك الحفل اللي نظمته أكاديمية المملكة هذه 3 سنين ولا 4 سنوات في إطار الاحتفال بإصدار النسخة العاشرة أو الإصدار العاشر ديال قصائد الملحون. شنو يمكن لك تقول لنا على هذه المناسبة، هذا الحفل اللي اجتمعنا فيه بالمناسبة؟ نعم، كانت تجربة جميلة بزاف، ضافت لي الكثير. ومن هذا المنبر هذا كنشكر أكاديمية المملكة على التوثيق ديالها للفن الملحون ديوان المغاربه، وعلى المجهودات اللي الجباره اللي كتقوم بها باش يبقى التراث هذا صاين ويبقى محفوظ ويتعرفوا عليه الشباب ويزيدوا به القدام. فمشكورين بزاف. وكانت مناسبه طيبه اننا التقينا، لان المناسبات قليله بزاف اللي كنتلاقاو فيها الناس ديال الملحون، دونك دائما كنفرح فاش كيستدعيونا بحال هذا مجمع الحباب كيف كنقولوا. فاطمة الزهراء، انت شاركتي في مهرجانات داخل وخارج المغرب، عندك تبارك الله سافرتي العالم وغنيتي الملحون في بزاف ديال المحافل وطنيه ودوليه، شنو هي البصمه ديالك ولا الاضافه اللي كتحسي انك كتضيفيها للفن الملحون؟ البصمه اللي كنحس بها انني كشابه ومن الجيل الجديد انني محافظه على التراث وغاديه به، وفي يعني في احسن صوره، وهذا بشهاده من الجميع. هذا كيزيدني فخر، كيزيدني فخر بزاف، وكيزيدني انني نزيد نخدم مزيان على هذا التراث هذا ونستمر فيه. تبارك الله عليك فاطمه الزهراء، وحضورك دائما مميز، وانت فنانه كبيره وانسانه طيبه على الصعيد الانساني. شكرا ديالنا الاصيله. هذا الله يبارك فيك. هذا تكبيره من عندك. الله يبارك فيك فاطمه الزهراء، كبيره من عندك. شكرا بزاف. هذا كلام صادق. غنختموا معك في واحده من روائع سيدي عبد القادر العالمي، ارفق يا ملكي بعبدك، ولا رغبو تاج الملاحفيه. رغبو تاج الملاحفيه ان شاء الله غادي نسمعوها بصوتك الجميل رفقة جوق احمد برقيه بقياده الاستاذ عبد المجيد الرحيمي. اما انتم مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم انتظرونا في عدد جديد مع ضيف جديد ولون غنائي جديد دائما وابدا في برنامجكم الحان عشقناها. كان مرضي من الله
كتاب ولا نداوي لو كان مرضي من الله لكن أنا مرضي من الحب وأنا على القلب كاوي أرفق يا ملكي بعبدك وعطف يا صبغني يمن يا بدر نبام الغتام يهديك الله لا تعذب قلبي قاصد مكفى انت المصوف بالمحزن وانا المن صعب الغرم وعييت ملازم اسقام اما برد من جمار في قلبي موحل تطفى البات مصار الليالي ودموعي حيفة سجم نبكي والنوح فرصام على محبوب خاطري من جرى علي والعفا ربوت يا جلملا فيا يهيدي غرب السلام لا خير في اللي اشفى حبيبه بعد ايام لم ولفا بهوى كمال كيفني لا حالة كيف حالتي في طريق هواك ما شكيت حتى تقضى حجي أويل أنا نلت منويت منك يا روح راحتي أنا حلف ونقول ما مشاليت مجادي في البحر وأنا مضى علي نظم نسمع قول الحسود قلبي يتقضى بعد ما صفى كنت عندي انت لروحي وانا ليلك كغلام نخضع ونقبل القدم ونبايع لي غير ننظر وجهك يا شرد العفا وتاج الملا فيا يحييني ويراعي سيف الكرام الاخير في اللي شفى حبيبه بديا لما ولفا هادي مدة يجمعني بغزيني لو صبت نعيد لي سري وانا وحدي
نشيغ بالكمام عالصاير طب خطرك يا مولى الصورة المشرفة ملك ما فات فيك تمجد ولا رغبة ولا دمام تبعتي سيرة الغشم نطلب ربي اللي بلاني يبنيك بلا عقل غرام ملك ما فات فيك تمجد ولا رغبة ولا دمام تبعتي سيرة الغشم قادر ربي من الجمال يسلبك يا نقص الوفا نطلب ربي اللي بلاني يبلك بلا عقل غرام تذكره الطعام وجمار البين في مهاجك تلهب انت تعجفا وتاج الملاحفية يحيني غير بالسلام ويراعي سيرة الكرام الأخير في اللي جفعه